السلام عليكم وصحة رمضانكم، يدخل علينا إن شاء الله بالصحة ولهنا. جبت لكم ميني كيش بنان بزاف وعجينته بزاف خفيفة واقتصادية. كما شفتوا معايا الفيديو السابق تحت تحضيرات رمضان، كنت عملت العجينة، واليوم راح نعمل الحشو تاع لي فون دو تارت ولا لي باركات. راح تشوفوا معايا ان شاء الله لي باركات في حشو كريمي يكون اقتصادي وباسهل طريقه وبابسط طريقه. انا كنت جبتهم دي كونجلاو وخدمت الحشو تاعي. شوفوا حجي مقرمشه والحشو تاعها راح يجيكم مختلف على اللي تعودتوا عليه، لانه في العجينه كنت دخلت فيها الفرماج والحشو كذلك راح نزيد ندخل فيه الفرماج. تبعوا معايا الفيديو للاخير وان شاء الله هنا اعجابكم وينال استحسانكم. هنا لي فون دو تارت راهم واجدين هكذا على الاقل باش نغيروا في التقديم. مرات لي سالي اللي هما المملحات ومرات البوراك هكذا، يعني على الاقل باش نغيروا في المنيو تاع لاطابل. هنا نروحوا مباشرة لطريقة تحضير الحشو تاعنا. راح يكون حشو اقتصادي وبزاف بنين. انا شوفوا الطريقة تاع البصل ما نحبوش يكون خشين، راح نرحيه ولا نكرازيه في الروبو، راح نقاشيه حتى يرجع لي. شوفوا كيما شفتوا معايا يرجع لي ليس. راح نحط مقلة، نجيب بوال ونحط فيها شوية زيت، راح نحمص هذاك البصل تاعي، راح نحط مع البصل زوج سنينات ثوم ولا ثلاثة. صدقوني الحشوة هذه تجي بزاف بنينة مع الثوم. انا هنا ضفت مباشرة كمية تاع بولي اشي، هذاك الدجاج راح يعطي له بنه سبيسيال. كيما تقدري ديري واش عندك في الدار، تقدري ديري تاني الكبده تاع الدجاج، قطعيهم بصح رقاق وحمصيهم مليح مع البصل، ونقولكم راح يمدوا لك طعم مختلف. ودائما نقولكم الاكل ادواق، الاكل ادواق يا البنات. ونزيد ننكه الحشو تاعي بالثوم المجفف. كنت ايضا حطيته في اخر مرحله، وكي قرب نطفي راح نضيف ايضا هذيك التوابل اللي شفتوهم معايا. ضفت تابل الدجاج وزدت ضفت الكسبر، وكي نحطو راح يعطي لي ولا يمد الحشو تاعي طعم مختلف، طعم ولا اروع. هنا نجي نحشيهم بالحشو اللي حضرناه كيف كيف. راح يجي بزاف خفيف الماكله. راح نكمل انا نحشيهم كامل. شوفوا هنا ديجا راهو بدا يبان الشكل تاعهم ما شاء الله. صدقوني شوفوا شهوني باش ناكلهم دركا. شوفوا دركا راح ندير اباغيا كيش. جبت الحليب، الحليب حوالي كاس ونص تاع حليب هكا باش تجيني ليجي وتجي خفيفه. حطيتهم على النار، زدت حطيت مورسو مليح تاع الفرماج، راح ندوب هذاك الفرماج مليح مع الحليب على النار. كي يدوب لي هذاك الفرماج في الحليب راح نحي الكاسرونه من على النار، راح نفرغ فيهم زوج حبات تاع البيض ونفس التوابل اللي حطيتهم في الحشو تاعي تاع صدر الدجاج راح نحطه في لاباغياكيش. فهمتوني؟ انا راح نعقد لاباراياكيش تاعي بهذا الجبن. صدقوني الطعم تاعو روعه والله، تقولي عليك راكي تاكلي في الشيدار. هي ماشي نقولوا نوعيه جيده لكن في المتناول، لانه الباكي منه راهو 9000، كنت جربته في عده وصفات. هنا واش زدت درت باش تزيد تعقد لي لاباراياكيش، درت حوالي ملعقه صغيره، كنت حطيت زوج ملاعق صغار نتاع نشا ولا لا مايزينا، وزدت حطيت ملعقه صغيره تاع خميره الحلوه اللي هي خميره نواره. صدقوني بهذه الحشوه اللي تخلي لي كيش تاعنا يجو عاليين، فهمتوني يجو عاليين ويجو بومبي. انا بعد اللي ايطاليتهم كامل بهاد لاباغاي راح نزيد نرش عليهم هذاك الجبن المبشور. لو حبه انكم تستعملوا هذاك النوع تاع الجبن اللي يكون ذو جوده مليحه هكا باش يخرج السطح تاع لي كيش تاعنا عنده لون وعنده شكل يكون مقبول، فهمتوني. شوفوا هنا مده الطهي انتي وعلى حسب نوعيه الفرن تاعك. راح نحطهم في درجه حوالي 180 درجه مده 15 الى 20 دقيقه، يعني 20 دقيقة. هذه هي. حتى اذا كنتي مبتدئه راح تجيك الوصفه في المتناول. واش حاب نقول لكم البنات، روعه وخلاص، بنان وخلاص. على قد ما نشكرهم قليل وبحشو بزاف بنين وبزاف اقتصادي. انتي لي اول مره تشوفي هذا الفيديو، معليش تدخلي وتشتركي في القناه لانه مازال جديد في الوصفات، ومازال ان شاء الله نمتعكم بوصفات كيما يحب الخاطر وكيما تحبوهم انتوما.
راهم منفوخين وحمار ومن تحت ومن الفوق، هايلين وخلاص. شهيتكم في الجنة حبيباتي، راهم كيما تشهيتهم وكيما حبهم قلبي. ادخلي للكوزينة ونحي عليك حبيبتي ديك العجز، صدقيني راح تعجبك النتيجة أكيد. إذا سيتيهم ارجعي واكتبي لي في التعليق كيفاش جاوب، وأكيد أكيد راح نفرح من قلبي. هكذا على الأقل باش تشجعي الأخوات اللي معك باش يسيوها، وكيما عجبتكم العجينة راح يعجبكم أكيد الحشو تاع العجين. راهم ديمولاو بكل سهولة ما شاء الله، كانت عجينة كانت خفيفة والحشو تاعها أكثر من اقتصادي. إن شاء الله تنال إعجابكم وتنال استحسانكم، ما تنساوليش هذاك الجام البنات.